ايوه يا صياد، ارمي يا صياد في البحيره يا صياد، وقلعوا البنطلون علشان يتعلم، يقلعنا البنطلون، ارمي يا صياد في البحيره. ماشي ماشي يا كريم، قناص امرني نط في البحيره. حاضر. اخيرا يا محمود رميته وتخلصت من شره كمان. الله عليك يا صياد. ايه ده انت رميته؟ اه رميته يا كريم وخلصتك منه وخدت حقنا كلنا منه كمان. احسن. يلا بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه في الساعه السحريه بعد ما تخلصنا من القناص. يلا بينا. الحقوني يا جماعه بغرق، الصياد وكريم ومحمود رموني في البحيره، الحقوني الحقوني بغرق. يلا يلا ايوه نقعد هنا يا كريم، اقعد عندك هنا، تعالى تعالى يا محمود اقعد اقعد هنا. اه يا صياد، الله يا صياد، يعني الساعه السحريه دي بتتحكم في اي حد؟ ايوه يا محمود، انت مش شفتنا وهو بيتحكم في القناص وامرته كمان ورمى نفسه في البحيره وتخلصنا منه؟ طب يا صياد هنعمل ايه في الساعه السحريه؟ هنخليها معانا يا كريم ونتحكم في الناس ونرميهم كلهم في البحيره كمان. لا يا صياد، ما ينفعش نعمل كده يا صياد، حرام كده يا صياد، احنا المفروض نتخلص منها. نتخلص منها يا محمود؟ لا ابدا، الساعه دي تلزمني يا محمود، لان اتحكم فيها واتحكم بيها في كل الناس وارميهم في البحيره واكون انا اقوى انسان في العالم. تلزمهم وترميهم في البحيره؟ اه. طب الساعه دي تلزمني يا صياد. الساعه دي تلزمك؟ طب ماشي. كريم. نعم يا صياد. هتحكم في محمود. شايف يا كريم، محمود كان عايز ياخد الساعه لنفسه ويتحكم فينا زي ما القناص كان بيعمل فينا، وكان عايز يرمينا في البحيره ويقلعنا البنطلونات كمان. انا دلوقتي هرميه في البحيره واتخلص منه. هنتخلص منه دلوقتي يا صياد. تعالى ورايا على البحيره. يلا يلا يا كريم، قدامي كمان، ورايا. يلا يا محمود اقف هنا. بص بقى يا كريم، هنتخلص منه بقى للابد زي القناص بالظبط. كده كده يا صياد. محمود امرني ارمي نفسك في البحيره. خلصنا منه يا كريم اخيرا. كده القناص بح ومحمود بح، تعالى بقى احنا الاثنين علشان نتحكم في كل العالم يا كريم. يلا بينا. يلا يا كريم. الله يقرب بيتك يا صياد، انت وكريم ومحمود رميتوا في البحيره. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ انت ايه اللي جالك من هنا؟ يا ابني لحظه، انت رموتوني. رموني انا كمان. رموك انت كمان، شفت علشان خنتني ربنا عامل فيك ايه؟ معلش والله يا قناص، انا كنت فاكرك انك انت الوحش، طلعوا هم الوحشين. ماشي يا محمود، بس انا لازم دلوقتي حالا استعيد الساعه السحريه من تاني، لانهم كده هيدمروا العالم. هما فين يا محمود؟ عند البحيره. عند البحيره؟ تعالى ورايا يا محمود عشان نستعيد الساعه السحريه من تاني. يلا. بص يا كريم، إيه يا شايف الساعة السحرية شكلها حلو ازاي يا كريم؟ شكلها جميل قوي. انت عارف بقى يا كريم، إيه؟ الساعة السحرية دي هنتحكم في الناس كلها ونأمرهم انهم يقفزوا في البحيرة وينطوا يا كريم، وبعد كده نخلص الدنيا كلها ونبقى احنا الاتنين بس على الدنيا كلها وكل حاجة ملكنا. الله يا صياد. هم هناك هم يا قناص. يا نهار ابيض، قاعدين يتفقوا على تدمير العالم. لازم نوقفهم. بص يا محمود، لفلهم من الناحيه الثانيه وسهيهم كده، وانا حسرق الساعه السحريه. طب تمام، يلا بسرعه روح. زي ما قلت لك بقى كده يا كريم، هنسيطر على الخريطه باكملها ونتحكم في كل. ارموني في البحيره يا صياد ويا كريم. محمود انت طلعت ازاي من البحيره؟ ده شكله يا صياد مش محمود، ده شكله عفريت محمود. تفتكر كده يا كريم؟ انا محمود، ربنا نجاني الحمد لله بعد ما رميتينه في البحيره. ربنا نجاك صياد. امرنا بقى، رميتوني في البحيره ورميته محمود كمان. ماشي، وكنتوا عايزين تدمروا العالم صياد. نعم. تعالوا ورايا انتوا الاثنين على البحيره. حاضر. ايوه يا قناص، ارميهم في البحيره رميه شنيعه جليعه. لا طبعا يا محمود، انا مش هرميهم في البحيره على طول كده، انا هقلعهم البنطلونات الاول. صياد كريم. نعم. اقلعوا البنطلونات. حاضر.